والله يحفظك يا عبد. تفضل يا بجلس تفضل. كيف الشغل؟ والله تمام يا عبد تمام الحمد لله اني لهنا. كيفك يا بنتيني؟ انا الحمد لله شفت تفاح بس كنت شاك كلمك في موضوع. ما قدمنا يا بنتيني. يعني 30,000 يا شيخ طفاف بصراحة كثيرة، وانت عارف يعني حالة الناس هنا ضباحة. انا اشوف انك يعني تخفض المبلغ. ما معك انت؟ ما معك انت والتخفيض انت؟ معك معرض رمضان؟ اسمع تقرص الآبي وقل السكته تمام؟ ما لك من هذا، هو ابوه لا يجيبون العجب ولا الصوم في رجب. وبعدين انت وابوك لانتوا الرجالة والرنة ما تدفعونش. يمين بالله لا أوريكم حسابكم. أواب قيت ابنيت ولا يهمك أبا أبا لك يا ابني. لك أبا عاوز ظهري وجانا أمس ما لقيتش. سلامتك يا أبا. نوري تعال اكشف على أبي شوف ماله. نوري ها تمام نوري. كيف نوري يفهم أحسن منك أواب؟ معك حق يا شيخ طفاح. دكتور أواب متخصص في الأمراض الفقرية. إيه هذا إحنا بحاجتك أبا. ما هو؟ أقصد يعني زي ما تقول يعني قل آه. الشيخ طفاح يقول آه يا أواب. طيب قل آه. أواب ما بينك؟ تكشف علي ولا لا؟ واه 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 فتيني. ما هو أمي؟ كان نحن كبار وعلى هذا خبر. ماذا محكاف تاني؟ بعد الأمر كله نرجع ندرس ألف باء؟ اطلب العلم من المهد للحد. وبعدين ما هوش لائب إنك تتألم وتقرأ بدل ما تشل أوراقك وبصائرك اللي عند الناس يقرون لك ياها. بعدين أنا شاش أقول لكم حاجة، لازم تنضموا لمحو الأمية بدون ما يدري طفاح. سمعتن ولا لا؟ يا فتيني شكله طفاح هو اللي شي يودحنا للملحد. أقول يا جماعة أنا من رأيي نكلم الدكتور نوري يكلم أوضى بن الشيخ طفاح هو متألم وش يفتهم له. وي جعفر وكن أبوك محو الأمية وأنا مية دفترك على مرصاص وشنطة مثل مجهة صغار. العلم مش عيب لم صغار ولم كبار. أكبر عيب إن الواحد يجلس جاهل طول عمره. وبعدين ما أنت قلتي لي نفسك تعلمي؟ أيوة بس وأنا صغيرة مش وأنا كبيرة. هايدي وبعدين يا جعفر كيف تشحن ان ابوك تمحوى الاميه ويدرس ان احنا مرجاله مش عيب؟ ومن شي يدرس قال لي شو مرجاله شو يدرسوش؟ ام رجاله يدرسوهم رجاله وام حريم يدرسوهم حرمه. شو يدرسكم ام جمعه؟ اهم شي يا بنات لا حد يدرى بذا الخبر ولا واحده تطلع منكم ولا كلمه حتى لا يدرى طفاح اللي شي يدرس قليل الناس. الطفاح مش داري يعني لو دير يشهب لحنا مشاكله. يدرى طفاح قدنا والفين لمشاكله وتعودنا عليها مثل ما تعود مصراصير الانفليت. اهم شي انتو ولا كلمه. كن يا اخويا كن قلنا لك ما تلعبش بالكبري. جمعة توقعك. الله 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 انت لسه هنا يا اما ما رحتش محو الاميه ليه؟ مديني رايحة اهو بس بيني وبينك يا واد يا جمعة قلقانة ومتوترة قوي كده وخايفة من موضوع محو الأمية والتدريس. قلقانة من ايه يا أما؟ قلقانة من ايه؟ هو كده أول يوم في التدريس يعني ربكة ولخبطة ما فيش حاجة. يلا يا أما زمان التاليبات منتظرين القبلة بتاعتهم. يلا يا أب طفح جه يا أما سكي على السيرة. ألف ألف مرحب نورت يا شيخ طفاح. جمعة خدامك كلي حسن ومبروك بكتب بعدون لسه كم ما لقيتهمش. يا باكل وكل سنة وانت طيب. النهاردة أول يوم تدريس يا شيخ. تدريس ايه أم. احنا في العصرية ما فيش تدريس ولا يكونوا بيتمشوا في القرية. ايوه بيتمشوا في القرية. خلاص لا تحسن لهنا قول له يعطي الكشف اللي مكتوب فيه حكم فارق تسمع ويلحقنا يتبع لعندي. عينيا يا شيخ طفاح. طب استأذنكم انا بقى عشان مع السلامة. مع السلامة يا مع السلامة. خلي بالك من نفسك. عارف لقيت زخيم لقيتهم بكتلوا لهم مثلين لا بيوتون ولا حصلت ولا احد منهم. بكت بعدون المزرعة قدم بكت المزرعة ولا لقيت ولا احد. زيد وانا رادو قزيت لابت شوتر علشان اسألها على زخيم لا لقيت لا شوتر ولا زخيم. هيت الحكاية اليوم يا الناس
يام باكل شاوريهن. هذا شوتر الناس خابر. الله يعافيك الله يسلمك. قد حق ولكم قريه حقنا ما معك عندنا من قريه. الله يخليك. ما بلا جيت ادور عم فتيني. اينو فتيني؟ هناك في بيتي. احنا نروح هناك ندرس محي اميه عندي. ما شاء الله قد معاكم محو اميه. يا يعني انا بس سكتان طفح ودري طفح والله لا يطفحني. الله يطفح زي الطفح. طيب اسمع، عندما تلقي فتيني قول لي اتصل بي، انا بحاجه تضروني لا هي ان شاء الله. هل يوم غدا عندنا؟ لا شكرا جزيلا. عندنا شكرا والله. عندنا شيخ فاضل ما يقدرش تقلم قريه وتمشي. شيخ فاضل شكرا ان شاء الله عليه. ان شاء الله عليه. لا انسان محترم فاضل به والله. والله انك بتقعدي والله انك لقصي لقصي صح والله انك لقصتي. كيف حالك امك معي؟ كويسه. حرام عليك يا شيخ خضتني. كيف حالك انت بخير؟ كويسه. مالك رايح فين ومرعوب كده ليه؟ ايه رايح محي امي والله. وبيني وبينك خايف من طفح اذا يشوفني واحد، ولا واحد يشوفني يروح يقول طفح، ولا طفح يشوفني وبعدين يعرفون انه دحين امي يقرحوني. انا ما كنتش بروح معاهم ندرس محي امي، بس لما عرفت انك انت ترسم حريم قلت ذنب قوم بنات روح ندرس هناك عند ام جمعه، وانا رحت شقلت معاهم مشانك. ربنا يخليك. طب اتفضل بقى لان عندك حصه وانا كمان اتاخرت وعندي حصه. طيب يا ابلي تحتاجي حاجه يا هبلي؟ يلا شكرا يا نص شوطر. يلا مع السلامه. باي. شوفوا اذا جمعنا حرف الميم والطاء والراء تصبح الجمله ايش؟ مطر 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 مطر. السلام عليكم يا استاذ. كيف حالك؟ السلام ورحمه الله. المعذره منك. ليش تاخر يا شوتر؟ كل مره تاخر بسبب ذا. ذا مهبل. انا قلت لك قيمني مره شي قيمني نسي قيمني. والله ما اقوم. كيف اقوم؟ انت قلت لنا الاعتماد على النفس، واذا حتى لا تركن على ذاك حتى لو كان طائرا. طائرا مش هبل مثلك يا شوتر. مره بعد مره اكلمك رجع. لا كنت تصيح فوق هانا. هانا هو زميلك ابنك في البيت رجع. انا يا استاذ طيب اقسم بالله راوي ابوك من البيت. خلاص يلا افتح يدك. افتح يدك مسكري بسرعه. شوف بقوة. هذا حق التأخير. أنا رجعنا. أنا قد ضبح طفح رجعنا. هذا الحين جينا ندرس ولا جينا نبزي جهل أنا؟ بسرعة افتح هذيك. بي 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 يلا بي يلا. شوف الله يا عيب يا عم شوتر تخليني أضربك. رجعنا مرة ثانية ما تكونش تأخر. تمام تمام. بس هذه المرة أنا عاد أسألك إذا ما جاوبتش يعلم الله المرة الثانية أفعل لك فلكة. تعرف إيش معنى فلكة؟ تعال هكذا. تمام تمام تمام. أنا أسألك هذا الحرف إيش؟ حرف إيش؟ لا 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 صح صح. احسن. طيب هذا الحرف ذا ذا ف ف ف ف صح. طيب هذا الحرف ذ ذ ذ الف 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 الف. احسن. طيب وهذا الحرف ذ ذ ح ح ح ح. طيب تقدر تجمع الحروف كلها في جمله واحده ايش اصبح؟ ط ط ط ف ف ف ا ا ح ط ط ف ح ط ط ط. ايوه ط تطفح تطفح تطفح. ها ها يا انا بين اقول الجملة تطفح. ايوه تطفح. لا حول ولا قوة الا بالله. حتى هنا مفتقي ارمي الطفح. يلا يا بنات قولوا ورايا. الف اسمها هبلة مش هبلة. فاهمة ولا لا؟ هبلة هبلة. المهم اسمي شو اسألك سؤاله؟ اتفضلي. يحين يحين ام اختبار حق اخر التمر. نعم يا اختي. ام اختبار حق اخر الترم. اخر الترم؟ يه. ليه يا ماما انت في جامعة اوكسفورد؟ بلانيلا ده انت حي الله في محو الامية. وبعدين اخر ترم واخر سنة ايه؟ ده انت يا دوبك في اول حصة. نهار ابوكي اسود. من هو ده؟ ايه اللي بتهببيه ده؟ ده سندويشته. ممنوع الاكل في الفصل يا زنباء. جاو ايه؟ افتح ايدك يا زنباء. يا استاذ اجلد ايدي اجلد ايدي. افتح ايدك. فين بقفت ايدك؟ افتح ايدك. فتح القبرات ما شفت. فين بقفت ايدك؟ افتح ايدك. شفيها هادي مكانك. زهرة يا استاذ. زهرة زهرة افتح ايدك يا ابلة طرديها. بقول لك افتح ايدك يا زنباء. يا استاذ
يا استاذ ما يصلحش يا استاذ تبيني. افتح ايدك ولا انا لو افتح ايدي والله الله بكف لما يا استاذ يا دكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا شوتر. عايز ايه؟ كيف حالكم يا جماعه؟ الله يبارك. بس انا اجيت اسلف مقشطه من جنبك. يا بابا مقشطه راسي. فين مقشطه؟ ما دخلك انت بالكلام. قري ايه ده انت بتزعلها بالطريقه دي ازاي؟ لا دي بنتي ادعسها تدعس. لا يا بابا، بنتك هناك في البيت تعمل فيها اللي انت عايزه، لكن هنا دي زميلة. انتم هنا تحترموا بعض لانكم زملاء. ايوه زملاء. زملاء ليه؟ جمر وراسك يا هبلة. زي ما تشرط معي امي يخرب لي العيال. ذاك اهبل اقول زملاء وليش اقول كده يا استاذ. اذا بنتي خلاص انا سامحة من شانك انت، بس بصراحة استاذ ام جمعة انا تعذرت بالمقشطات اعتذار، بس انا قلت اسألك ما فعلتي بموضوع انا وانتي عند جمعة. جمعة، هو بصراحة يا شوتر هو معاكنين ومعاصلك شوية، بس إن شاء الله وعد وعد أنا حقنهم. سأجلي شوتر ياه معاكني. أنا كنت أسلف مقشطة منك. المشكطة ياه شوف، لو سمحت فصلا بنات رجاء ما تجيش لعنده. فصلا بنات يا لو سمحت دي ورشة توضيب بوابر قدام دي. يلا لو سمحت رجاء يا قبل ما تخليش تجي عند بنات. طب خش يلا خلي الفوق. يلا نوفر الدرس يا بنات. هسألكم اشوف بقى انتوا عملتوا ايه. مين تديلي اسم حيوان بحرف الزي؟ علي. قولي يا زهرة. حيوان بحرف الذاي سمكة. جميل يا زهرة، بس أنا قلت حيوان مش زواحف. خلاص اسكتوا يا بنات. مين تديلي اسم حيوان بحرف الذال؟ أنا الرب الكعبة ما أقول اللاني. أنا يا أستاذي. قولي يا أختي. قولي حيوان بحر حيوان بحرف الذال. أيوه زي. مساء الخير يا شيخ. مساء النور. قالت شانبة جانك الأيام ما عيدك جمليل ينتبوك. أنا أباغس بمعيادة ولا نتمشى من قرية. باغس وانت جانك قبلي ما عيدك جانك موجود يا شيخ. أوه الدكتور عوض ما فلطشتك هيك. مين معك؟ يلا خرجون عشان تتحاكم مع الدكتور. يلا كيف حالك يا باه؟ عوض يعينش تأقول يعينش تفهم تفهم لا لا يعينش تأقول يا عوض. يعني انا لا قدر الله قري وشي ولا شي منو اللي يكون بادي شيخ؟ انت ولا بيت اليوم قدام مدير تقول لهم ريا صوتوا كان يكون رايهم فوق راينا. انت هبل هبل. انا قلت اني اقطع الطريق على ذا في تراب تاني وابنه نقطع عليهم اقتراح اللجنه ذا والتصويت. نكون احنا السباقين في التصويت ذا. ما هو ذمحك يا هبل. تقول تصويت انت تقطع لسانه اللي جاي تحاكي تمام ولا اللي سيها براي كم رأي يكون رأيهم فوق رأينا. ما تفهمش يا أوض. سمعت انا عمري 12 سنة داري في 12 سنة وانا كمثل بسباس كنت عند اخوالي هناك قرية تمام. ما تبي جدك الله يرحمه رجيت اليوم الثاني اتيت كنت انقبروا نبي قلت لهم لما تكبروا نبي. سمعت انا لا قلت لهم لما تكبروا النبي؟ قالوا تشاورنا وقلنا كرامة الميت دفنا. تدري ما قلت لهم؟ تفهم ما قلت لهم؟ ما قلت لهم؟ قلت لهم أنتم دفنتوا نبي وأنا مش موجود ومشور شوري هنا في القرية ومراي كلها لي. من قال لكم تدفنونا وأنا مش موجود؟ سمعت إلا لا. تدري ما بيت لهم؟ ما بيت لهم؟ جمعتهم كلهم. قلت لهم هنا تجلسون 3 أيام أنت قبر بي. تفهم إلا لا؟ 3 أيام بين مريح ومشمش. فهمت اللي ما فهمت؟ تعرف لما علشان يعرفون من هو الشيخ طفاح. من الشيخ طفاح ذا؟ عوض انت هبل يا عوض. يا ابني يا عوض انا لا قري لي شيء ولا شيء وانت تكون الشيخ بعدي. تفهم اللي ما تفهمش؟
شاهم يقولون النار ورثن رماد. أوض يا ابني الله يرضى عليك، خلي لك هيبة، تفهم إلا لا؟ تسمعنا من بكرة هنا تكون عندي في المبرز، تمام؟ تجلس هنا ما في لا سمرة، تسمعنا وأنا حل بين الناس القضايا، وتفتح عيونك تفتح ذونك، تسمع إلا لا؟ تفهم إلا لا؟ وأنا شحول لك قضية إلا قضيتين تحلها. يعني نقفل مئادة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألفان أنا باءن بأي تاءن تنتوري ثاءن مهم دم درس ذمل ذا أحسن يما ألفان حق إشمارش يما ذحين وقت مسابرة مذاكرة حطينا نرقد خلينا نرقد ونهجع أما المريضة مريضة هدي صوتش حتى حسبي الله ونعم الوكيل فيش ما نش راكدة تدخل دخلت عينك بدل ما تقوم تذاكر تقوم تصيح كسول انت كسول انا معي اختبار شهري ومن صباح معي اختبار ادخل ارقد يا فاشل يا راسب حسبي الله ونعم الوكيل بس يا خال الله يهديك خلينا نرقد بكرة معنا عملو انت موظفة وانا مش دارية قوموا ذاكروا بدل مرقدة حقكم دي اما سلقال تعلم العلم تكون اميرة ولا تكون مجنون مثل الشكيرة ألفان ألفان ده ألفان ما هي مجنونة ألفان ما هي مجنونة بيه اللي القيم في القرية كلها فضحتين أنتم دراسة حقك فيه يا هبلة لحنتم كلها سمطاب انتي اركضي رقضوا روحي اركضي هبلة ألفان باعون باعون اركضي رقضوا نفسي خلينا نقول بكل مكان معنا شغلوا شغلي أنا أسفة إلي الإزاج ولكن شاتر ياه كل ما رفضت معريس اللي تقدم لفشيكة ياه كذي حر أبا منو ذا اللي شاني ذا مدرس ذا اسمه مبروك ذا أبو مشعر كذي شعر مساشر شعر هندي الشيخ طبق بس أنا مرضيت ما وفقت أحسن ما شش لزواجه ما تشن زواجه لما ما معك عمل مشغولة ها تزوجي تزوجي بدل ما تجي كذا مع النساء ويأكل لكم دود وانت جالسة هنا عندنا جالسة كاتمة على أنفاسي روح تزوجي اخرج لك يا خالة ما حد يكرام زواجه بس مش وقتها ذا حين وبعدين أنا مش جالسة على نفس أحد أنا جالسة ببيت أبي وأكل من خربي إن شاء الله إن شاء الله عليك ذي ملبوة من دم أسد صرع علي جابة صرع علي جابة بيت بوها بيت مين؟ بيت بوها دي بيت بوها وتأكل من رزق بوها وانت ارقضي 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 هبلي ارقضي ركليك مرقضي ارقضي كذا يا شاطر يه yeah. كذا تضحكوا علي ها؟ وانت تتلخجي علي وتضحكي علي مع ابوكي من عيني من عيني. والله ما خليكم ترقضوا ألفان فان تاعد فان سان ألفان فان أكيد ده مغصوش يروح شفيقة دحش تقتل باللحنة دكتور قدرنا الدكتور نوري عمل لها فحص نعرف ما فيها خير يا نوري ما في ما أقول ما تقول قل لحنة ما فيها طب قبل ما أقول نتيجة التحاليل أش أسأل أمل سؤال بس تجاوبينا بصراحة سأل أمل أنت تعرفي صراحة كده جاوبين يعني انت تعرفي يا نوري خوفت احنا ما فيها امل تعرفي يا تغطرفين غطرفي لانك حامل ما عليك نجيب لك فرقة فرقة حسب الله يقع معك مال عرس ماذا نوري معنا صالة عرس هنا ولا ما يلا بلات بوكم بيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا منبه عليك يا نوري ما تقولش تضحك معهم زبائن ولا لا اولا مرات جعفر حامل ومن حق الناس انهم يفرحوا وبعدين ديلهم الزبائن
دين اهلي يا اود. اهلي؟ اهلي صنعاء ولا اهلي تعز؟ اسمع على اهلي، انا داري هلك لان نوري يا بنت زخيم موجوده. اود نوري. انكن الله يا رجال انكن. اوه تعبت تعبت يا جعفر. طق الله يا جعفر، هذاك شباب. طيب بس ما قدرت خلاص، احس نفسي قطعت انفاسي منه. افضل شيء انك تتعب في حقك ولا تتعب في حق الناس. اي والله معك حق، والله خالك صادق. لما اخذت نصيبك مع نصيبه وسويته ذم ارض، صدق احنا ما كناش نتوقع انا وابوك ان انتم تقلبوا ذم ارض مثل مجنة كثير. الارض طيبة يا جماعة، كل ما اعطيناها اعطلنا احنا. جعفر جعفر مبروك يا جعفر، مبروك مبروك يا خالة زنبقة. علامة اول حامل، اول حامل. مبروك يا امل، مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. اول حامل يما، عمل حامل حامل بفيروسه، حامل بماه، فرحان انه جالك مولوده. وبعدين انت اللي يسمعك يقول ما شاء الله حامل بالكابتن ماجد، فاحنا يعني ما حملناش، احنا حملنا من قبل، احنا حملنا حملنا الا حملنا من اول. انا لما حملت، لما حملت قبل ذا ب 14 سمعت 13 ما 12 والله ما نقص واحد عشان نكسبك زبونه اجيبك ولا لا. انا لما بدك انت يا هبل، لما حملت بك انت يا هبل، كنت اروح اشكى واروح احطه واروح اورد ماء واروح والله كنت اعمل كل حاجه. حرام عليك يا خاله، من يوم ما روحن عروس وانت جالسه تنتقم منها، خليت انها ثاني يوم تروح تجيب ماء وهي عروسه، ودحين وهي حامل شنها تشقى. من ايد اللي تتفلفس. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ معك ذنبك على شلطم، اشتغلي مثل الناس. يلا ولا روح يسوي لنا غدا. يلا جاي تتفلفس هنا، كل الضوء وانت اشتغلي. قلعوا عينك اما حامل، حامل قلعوا عينك حامل. وذا الطب اللي ذا فارح فرحان شسقع صقعه عشان مولوده، شجي لك مولوده بل مثلك. زخيم 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 زخيم. ايوه عم زخيم، عليك 60,000 ريال. ما ماذا كم منه؟ هذا 30,000. 60,000 ريال عشان طبق، قال على كل واحد 30. ايوه قال على كل واحد 30، عليك 30 وعلى ابنك بلال 30. هيا لكن هو فرق ولا زكاة لم جهله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه اوامر الشيخ طفاح. المهم الباقي عندك 30، الله معك. يلا 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 من هنا. الذي بعده، الذي بعده. قدوب 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 قدوب. سعيد السلام عليكم. وعليكم السلام. ما انت مخالفه سوتر؟ ما مخالفه، بس اكثر من جيز الناس. شو راس ما هب عليك؟ مش معي معزاد ومغنمه؟ غنم غنم انت انت والسيدات اولا. خلاص يا جماعه خلاص عم شوتر، عليك 60,000 ريال. يلا 60,000 ريال؟ ايوه 60. ليه انا هب لك 60,000 ريال؟ انا معي مغنمه، خذوها ذي مغنمه. ما خذوها لك يا شيخ، خذوها ذي مغنمه. طيب انت مفارق حقي لان انا مش معي فلوس، وبعدين انا مش معي جهلات رسوم بمدرسه الاحترام اللي مش شيخ طفاح. ناوي يا حبيبي بدل ما تدي لي 60,000 جاي تدي لي المعزه هذا؟ وانت ما تخسر بزاف زمان. انا بس خلاك انت ابو مشعر، انا عارف زعلان انت على اللي بالك، لكن ابعد من انا مشمس اللي بالك ذي. 60,000 والله الله يفتح عليك يا حارث. ادعي يا شيخ طفاح. ما دخلك انت يا عم شوتر، قال لك 60,000 مش معزه، اتق الله. ما مش معي غير معزه، هذا بكون كذا من هنا هبلك انا من هنا من هنا على معزه ذي. ما دخلنا، والله ما دخلنا احنا. مش شيخ طفاح انت الاخبار. يا شيخ طفاح، هذا شوتر هو ابن جعفر على يوم 60,000 جاي يديني معزه قلبني في مربع. يا شيخ والله ما معي الا المعزه، ما مش معي فلوس انا، من هنا احب فلوس انا. بدي اتركها بقى. خلاص 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 خلاص، فوز من همك شوتر، فوز مغنمة. يا 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 فوز مغنمة، فوز مغنمة. الحمد لله خذ مغنمة. السلامة، باي باي. يلا الله يلا مع السلامة يا شيخ. شوتر يا يا مجلس ما يصرف. اجلس اجلس جنبي. طيب يا شيخ. يا ما شوتر افتيني قسم نصيب زنبقة ولا لا؟ ليه ليه احنا رحنا عشان يقسم لها نصيبها، لكن قعفر قال شي اعملها مزرعة وفتيني، قال خلاص نعمل مزرعة واحدة الفتيني والقعفر. تهبل يا شوتر، فتيني شا كنت تشغل معاه، شا يضم المزرعة لا خليه يكون شقاع انتو قعفر. دابل ما لا منفع لي يا شيخ، دي جنبك امر بس ما لا يقسم لكم ارض حقك هبلي. قالت لي لا ذا خي، كيف سأل خي؟ والله ما سأل خي. اسمعنا خلي جنبك تهبلك وكاله،
ومكالة تنفعك أنت تتصرف باللي تشاء تفع من لا مكالة كالة لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عني